اللهم اللهم ما عملت في هذه السنة مما نهيتني عنه فلم أتب منه ولم تربه ولم تنسه وحلمت علي بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة منه. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثر قوم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإذا ألقوا فهم مكمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا